إن شاء الله. السلام عليكم. لقاء اليوم مع المهندس عبد الحكيم واس. رجاء من كل الشباب اللي داخلين على اللقاء يعملوا ميوت للتليفون تبعهم أو اللابتوب عشان ما يطلع صوت. طبعا اللقاء اليوم هو تكملة لسلسلة من اللقاءات الهندسية اللي ابتدينا فيها من فترة على منصة Engineers Talk، والهدف منها هو استضافة الخبرات الهندسية في مجالات مختلفة من الهندسة المدنية وغيرها لنشر العلم والمعرفة بين المهندسين العرب. مهندس عبد الحكيم غني عن التعريف، راح يحكينا اليوم إن شاء الله عن أنظمة الإنشائية للمباني، خاصة المباني العالية. راح يحكينا على موضوع البريسينج والتربيط للمباني وكيفية اختلاف أثر التربيط على المنشأ وعلى الانزياحات الجانبية تبعه والشغلات الثانية. لكل الزملاء اللي حابين يحصلوا على شهادة حضور من محاضرة اليوم، راح أحط لكم بعد شوي إن شاء الله رابط لملف إكسل بتسجلوا فيها أسماءكم وبتحصل على شهادة الحضور التي يتم رفعها على مجموعتنا على الإنجينير ستوك. مهندس عبد الحكيم تفضل. تسلم أستاذ أنس. زملاء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة اليوم كان في لقاء أحد زملائنا الدكاترة، لكن حدث ظرف طارئ عنده فاعتذر عن اللقاء وتم تأجيل لقائه، فاضطرينا نقدم لقاءنا اليوم عن المنشآت أو الهياكل الإنشائية أو الأنظمة الإنشائية للأبنية، وأيضا الستيل بيلدينج بريسينج. راح نتكلم اليوم بلمحة تاريخية عن الأبنية، ومثل ما نعرف بالقرن السادس عشر قبل الميلاد وبناء الأهرامات بارتفاع 146 متر، وكان الهدف كما نعلم من بناء الأهرامات لفرعون يطلع إلى إله موسى والعياذ بالله. وأيضا أحد الأبنية العالي هي منارة قطب بالهند، تم بناءها بعام 1368 ميلادي. بنلاحظ أو ممكن التساؤل عن التقنية وعلم الهندسي الذي كان لدى القدماء، حيث لا يوجد كمبيوترات ولا يوجد آلات حاسبة. ما هي الأنظمة التي استخدمها القدماء؟ أكيد لديهم علمهم الذي توصلوا لهذه الارتفاعات من الأبنية. نلاحظ هنا أيضا بالقرن السادس عشر بمدينة شبم باليمن 500 برج، ارتفاع الأبراج مثل ما نلاحظين بالصورة 30 متر. لو عددنا الطوابق لهذه الأبراج تطلع تقريبا 10 طوابق بثلاث أمتار، يعني 30 متر ارتفاع. ماذا فعل المهندسون باليمن للوصول لهذه الارتفاعات؟ كل هذه تساؤلات بالرغم من أننا بالعصر الحديث نلاقي صعوبات، لكن مع تطور علوم الكمبيوتر وعلوم الهندسي ومقاومة المواد وصلنا للميجا بيلدينج. نلاحظ بالصورة هنا أيضا بمبنى الهوم انشورانس بيلدينج في شيكاغو عام 1884 ارتفاعه 42 متر، وفي فالتيرون بيلدينج 22 طابق، وكان
هو عبارة عن الثورة بالمنشآت المعدنية اللي بنى بعام 1902. أنا كاتب كاتب طبعا. لماذا الأبني العالي؟ الأبني العالي بالحقيقة نلجأ إليها إما بسبب ضيق المساحات التي نبني عليها، لذلك نتجه بشكل شاقولي، أو طرف معماري وإنشائي وتحدي إنشائي أو ازدهار أو اقتصادي. كل هذه الأسباب دعت الإنسان إلى الهاي رايز بيلدينج. النظام الأول بالأنظمة الإنشائية هو الريجيد فريم سيستم. ما هو الريجيد فريم سيستم؟ كما نعلم الريجيد فريم سيستم ممكن أن نطلق عليه أيضا هو المومنت فريم سيستم، وسيقاوم المومنت فريم سيستم القوى الجانبية بواسطة الأعمدة، والتي تعتمد على مقاومة عزم الانعطاف، وجميع العقد بين الجسور والأعمدة هي عقد صلبة في هذا المنشأ. كما نلاحظ بالصورة الريجيد فريم سيستم هو عبارة عن أعمدة وجسور. ممكن أن نصل بهذا النظام الإنشائي بين 20 إلى 25 دور للأبنية الخرسانية، وممكن أن نرتقي ل30 دور بالمنشآت المعدنية. كما نلاحظ بالمخطط هون القوى الجانبية والديفليكشن، إذن الذي سيقاوم القوى الجانبية هو صلابة الأعمدة بهذا النظام. أيضا هنا من الصعوبات في الريجيد فريم سيستم الحقيقة هو صعوبة تشكيل الوساقة سواء بالمنشآت المعدنية أو بالمنشآت الخرسانية. النظام الثاني هو البريست فريم ستراكتشرال سيستم، هو عبارة عن إطارات يتم وسقها ببريسنج، وسوف نتحدث عن هذه الأنظمة إن شاء الله بالقسم الثاني من لقائنا اليوم. لمحة بسيطة عن البريسنج سيستم، ممكن تكون هناك تسميات عدة لهذه الأنظمة، وقد تختلف التسميات من بلد لآخر أو من مرجع لآخر. فمثلا إذا لاحظنا بالشكل A، ممكن أن نطلق على هذا الشكل هو عبارة عن شيفرون بريس سيستم، وهناك مراجع تسميه انفيرتد في بريس سيستم، وبالسي ممكن أن تسميه في سيستم. الأنظمة هذه سوف نمر عليها إن شاء الله بالستيل ستراكتشر. البريست ستراكتشرال سيستم ليس فقط بالمنشآت المعدنية، لكن ممكن أيضا أن يكون بالمنشآت الخرسانية أو المنشآت الخشبية. هي أيضا أنظمة الكروس بريستينج، الانفيرتد في مثل ما سمينا الدايجونال بريست، الكروس بريست عبارة عن كيابل تتعرض فقط للشد وتقاوم القوى الجانبية عن طريق الشد. الأنظمة البريسنج سيستم تكون إما مركزية أو غير مركزية. كيف تكون مركزية؟ عندما تلتقي عناصر البريسنج بمركز العقد للإطار، بنسميه هون
عبارة عن عناصر مركزية. أما إذا اختلف المركز فنسميها Eccentrical Breast، مثل ما نلاحظين بالشكل بالوسط، كيف أني إذا أخذنا محور العنصر البريسنج مع المحور العنصر الثاني فسوف يلتقون خارج العنصر الموثوق، فلذلك نسميه Eccentrical Breast. طبعا الأنظمة الإنشائية بالبريسنج في عنا الدايا جريد أيضا مثل ما راح بالصورة. النظام الثالث هو نظام الوول فريم سيستم. الوول فريم سيستم هو عبارة عن الجدران الخرسانية الشاقولية الظفرية التي سوف تقاوم الحمولات الناتجة عن الزلازل والرياح. بهذا النظام الإنشائي ممكن أن نصل من 40 إلى 60 طابق بهذا النظام. طبعاً ممكن يكون عندك هو نظام فريم سيستم أو دول سيستم. الفريم سيستم أو الول الول فريم سيستم هو الدول سيستم المؤلف من جدران مسلحة مع أعمدة، لذلك يسمى نظام مزدوج. الجدران القصية أو الجدران الخرسانية الشاقولية سوف تقاوم قوى الزلازل والرياح بسبب صلابتها الكبيرة. مثل ما قلنا نصل من 40 إلى 60 دور. يفضل دائما بالأنظمة الإنشائية بشكل عام وبالول فريم سيستم أن يكون الجدار الخرساني في مركز الكتلة قدر الإمكان حتى لا يتشكل لدينا تورجن فورس، إما بالمركز أو يتوزع بشكل منتظم حتى لو كان على الأطراف ما في مشكلة، لكن تكون هذه الجدران موزعة بشكل منتظم. الشير وور سيستم هو العنصر أو النظام الإنشائي الرابع. هذا النظام يتكون فقط من جدران مسلحة كما نرى ب الشكل على اليمين. إذا لاحظنا بالمقطع ممكن يكون عندك في بعض الأعمدة، لكن أثناء عملية التصميم للشير وول نقوم بتجاهل الأعمدة في مقاومتها للقوى الجانبية للرياح والزلازل. بهذا النظام الإنشائي الشير وول سيستم ممكن نصل ل 35 طابق فيه. النظام الخامس هو الكور والاوت تريجر استراكشرال سيستم. بالحقيقه الاوت تريجر استراكشرال او الاوت تريجر هو عباره اما جدران خرسانيه تؤمن وساقه وتزيد من صلابة المنشأ لدينا، أو قد تكون عبارة عن جسور شبكية تركب بمستوي أو عدة مستويات. بالأوتريجر لازم ننتبه نشوف أحد أمثلة الأوتريجر. في عنا الأعمدة اللي شايل الاوت تريجر اللي هو هون التراس، اعمدة راح يكون ارتفاعها كبير جدا وممكن نطلق عليها الميجا كولم. بتصميمنا يجب الانتباه بهذا النوع من الانظمة الانشائية الى عملية التقاصر التي تتم بين
الكور أو قلب الستركتورال أو المنشأ وبين هذه العناصر أو الميجا كولب. مثل ما قلنا ممكن أن تركب بعدة مستويات. بالأوتريجر سواء كان خرساني أو ستيل ستركتشر في عنا بعض العناصر بنسميها هي السكريفايز إليمنت اللي أو العناصر اللي ممكن التضحية فيها، وخاصة عند نشوء الزلازل أو الأعاصير هذا الجزء الذي يمكن أن يضحى فيه وممكن أن يعمل بشكل مخمد أو مخمد للحركة المنشأ الناتجة عن الزلازل. طبعا هذه الأمور لازم الانتباه إليها، والمصمم هو الإنشائي بيقرر هالأمور. لاحظوا معنا هون الأوتريجر عندنا ثلاث بالصورة على اليمين ثلاث مستويات، بالصورة هون عندنا مستويين مركبينه. إذا أنت كمصمم إنشائي عند تأمين منشأك ضد الزلازل وضد الرياح، أهم شيء في المنشأ هو التغلب، بعد طبعا تأمين المقاومة، هو التغلب على الدريفت أو الديسبليسمنت للمبنى وإبقاء هذا الدريفت أو الديسبليسمنت ضمن النطاق المحدد وفق الكودات. بالأوتريجر ستراكترال سيستم ممكن نصل ل 70 طابق أي 210 متر. بالإنفيلد فريم ستراكترال سيستم وهو النظام الإنشائي السادس عنا، عبارة عن هو فريم ستراكترال أو ريجيد ستراكتشر أو فريم ستراكتشر بيناته بيحصر إما قرميد أو جدران حجرية أو بلوك. أثبتت هذه الجدران الحجرية والقرميد والبلوك فعالية في زيادة مقاومة المنشأ للزلازل، ومن خلال المناطق التي بنيت فيها هذه الأنظمة تبين قلة تأثر هذه المنشآت بالزلازل. طبعا ممكن وصل ل 25 دور كمان بهذا النظام الإنشائي أو 30 دور أحيانا كمان نطلع فيه. طبعا هي أيضا الفل لازم يكون كامل، إذا في ويندو لا يمكن حسابه مثل ما أنا شايفين بالشكل، في عندنا نوافذ، فلذلك لا يمكن أعتبر أنا هون عندي فل. إذا الانفيلد فريم لازم يكون عندي كامل سوليد البلوك. طيب كيف هالنظام هذا بده يشتغل ضد الزلازل والرياح؟ إذا لاحظنا بالشكل عندنا هون القوى الأفقية المؤثرة على المبنى وبوجود هذا الجدار ويؤدي لحركة الأعمدة وانزياحها سوف يؤدي إلى الضغط على الجدار من طرف وشد من طرف آخر نتيجة تقاصر المسافة بين العقدتين، لذلك الضغط هذا هون بيشيله الجدار جزء منه ويساعد بهذا في مقاومة الزلازل. النظام السابع اللي عنا هو الفلات بليت سيستم أو الفلات سيستم، هو النظام اللي بتألف من بلاطات سوليد سلاب أو فلات سلاب وأعمدة. هذه الأنظمة أو هذا النظام يمكن أن نذهب لخمسة وعشرين دور، والأعمدة هي التي سوف تقاوم الحمولات الجانبية الناتجة عن الرياح، ويجب تأمين صلابة انعطاف كافي لهذه الأعمدة
لمقاومة أو تأمين مقاومة للدريفت. النظام الثامن عنا هو نظام لتيوب ستراكتورال سيستم، من تسميته تيوب، إذا عبارة عن بوكس يكون إما بالسنتر أو بالأطراف، وهذا البوكس ممكن أن يكون إما جدران خرسانية أو عبارة عن أعمدة تحيط بالمبنى قد تصل المسافات بين هذه الأعمدة إذا 3 أمتار. بنلاحظ بهذا النوع من المنشآت، بنلاحظ بالصورة بالأسفل عبارة عن أعمدة محيطة بالمبنى، المسافات بيناتها ممكن تراوح 3 أمتار أو 4 أمتار. ممكن أن نذهب بهذا النظام الإنشائي ل 60 دور، يعني ممكن نوصل ل 180-190 دور، وممكن نوصل أيضا لل 100 دور. لو استخدمنا نظام البريسنج مع هذا النظام ممكن أن نرتفع لأكثر من 130 دور، يعني منوصل 450. ومنسمي الأنظمة المركبة، وراح يبين معنا بالنظام العاشر. طبعا التيوب structural system ممكن يكون تيوب بكور واحد، ممكن باثنين، ممكن بثلاثة، مثل ما نلاحظين بالصور أمامنا. نشوف عندي هون بالتيوب سيستم وين ممكن أصل بالارتفاعات. إذا عندي التايب 1 لعندي السيمي ريجيد فريم بروح لل 25 دور. الريجيد فريم طبعا ممكن، الريجيد فريم أيضا يسمى تيوب باعتبار أن الأعمدة تشكل ببوكس حول المبنى أو محيط المبنى. بالريجيد فريم سيمي ريجيد فريم نطلع لل 15 طابق، بالريجيد فريم بنروح ل 30. بالتايب 3 في عندي جدران قصيه مع التيوب حول المبنى ممكن اصل لل 60. بالتيوب حول المبنى ممكن اصل انا لاكثر من 60، وهكذا ممكن اصل بالبريسنج لاكثر من 110 دور. هذا نظام ثاني ايضا خرساني، بنلاحظ بالاوت تريجر والتيوب سيستم ممكن اصل لل 150 دور. النظام التاسع هو الكابلد وول سيستم. الكابلد وول سيستم عباره عن الجدران الخرسانيه المسلحه التي تقاوم الزلازل، بيكون جدارين وبيناتهم لنتل بنسميها او كونكشن بيم. هالجدارين الكوبلد سيستم اللي بيأمن الاستفنس لمقاومة ايضا الرياح والزلازل ممكن نروح فيه ل40 طابق. طبعا القوى الأفقية راح تنتقل بكل الأنظمة عن طريق الديافرام اللي هو بتمثله السوليد سلاب في المنشآت، أو سوليد سلاب أو هوردي أي منشأ. طبعا بالتصميم عن الديافرام بيحددوا علاقات، إما نقول سيمي ديافرام أو ريجيد ديافرام. الهايبريد ستراكتورال سيستم هو عبارة عن نظام إنشائي مركب من أكثر من نظام مما سبق، سواء إما ريجيد فريم مع شير وول، ريجيد فريم مع كوبلت شير وول، ريجيد فريم مع تيوب، أو تيوب مع شير وول. كل هذه الأنظمة بتشكلها ومنسميها الهايبرد ستراكتورال سيستم. وممكن نرتفع بهذا النظام ل 300 متر.
عندنا هون بعض الفروقات بين البريزد فريم والمومنت ريزيستنس فريم. نذكر على السريع ان البريزد فريم الكونكشن بتكون عبارة عن بين كونكشن العزوم فيه تقريبا بتنعدم. المومنت ريزيستنس فريم الكونكشن بتكون بين الأعمدة مع البيم هي عبارة عن ريجد وهي اللي راح تتشكل فيها العزوم. الكونكشن بالبريزد فريم ما بتنقل عزوم بينما عندنا المومنت ار ترانسفير ثرو ذا كونكشن بالمومنت ريزيستنس فريم. طبعا تحليل البريست سيستم هو ابسط واسهل من المومنت ريزيستنس لان المومنت ريزيستنس فريم التحليل بيكون فيه شوي معقد وخاصه للعقد. طبعا ايضا هون فروقات راح نطبع المحاضره بي دي اف وممكن تطلعوا عليها. نحن مخصصين اليوم وقتنا تقريبا شي ساعة لذلك ما راح نقرأ كل شيء وننتقل من الأنظمة الإنشائية للستيل بيلدينج بريسنج. الستيل بيلدينج بريسنج عنا نوعين أفقي وشاقولي لنقل الحمولات. الشاقولية والأفقية مثل المظاهر عنا نظام البريسنج الشاقولي هو اللي مثل ما ذكرنا بداية المحاضرة بيأمن صلابة المنشأ بيقلل من الانتقال الجانبي نتيجة الحمولات الجانبية. هذا التقليل من انتقال بيسمح لي لاني ارتفع بعدد طوابق زيادة مثل ما شفنا. النوع الاول ممكن نحن نقول الدياجنال او الدياجنال بريسنج مثل ما شايفين بالصورة بهذا الشكل اللي نحن شايفينه. البريسنج هون بيأمن عملية شد من طرف وضغط من طرف آخر. لازم ننتبه بالتصميم لهذه الناحية. وحقيقة شكل البريسنج بيأثر كتير على التصميم الإنشائي ومقاومة العنصر للحمولات الجانبية. وراح نشوف إن شاء الله أمثلة عملية بالفروقات اللي بتحدث بسبب تغيير نظام البريسنج. نظام البريسنج عندما يتم أو يصل هذه الأنظمة أو العناصر للخضوع قبل البيم أو الأعمدة فيؤمن نوع من الدكتيليتي بهذه الحالة للمنشأ وهذا المطلوب عنا. البريسنج سيستم دائما بحاول أنا أعمله بزاوية 45 درجة لمقاومة الحمولات. إيش الحمولة اللي الفيرتيكال بريسنج اللي راح ياخذها؟ مثل ما شفنا في عندي قوة أفقية وفي عندي أنا البريسنج، فبالتالي القوة الأفقية راح تتحول لقوة ضاغطة على البريسنج، أو إذا كان بطرف ثاني راح تكون قوة شادة. كم نظام شاقولي أو how many vertical planes should be installed؟ هذا الشيء اللي بيحدده النظام الإنشائي اللي أنت شغال عليه
الحمولات اللي عندك، ايش العناصر اللي عندك، لاني ممكن تعمل انت اكثر من بلان، وممكن تعمل على كافه المستويات بالمبنى، ممكن تعمل على جزء، ممكن بعض المباني او بعض المستويات تشيل البريسنج تنقله لمستوي ثاني، فبيحددوا هذا المنشأ اللي عندك. اللوكيشن تبع البريسنج سيستم بالمالتي ستوري الحقيقة راح نشوف، برجع بذكر بعدة أمثلة كيف تغيير اللوكيشن بيأثر على الانتقال نتيجة القوى الجانبية. الهوريزونتال بريسنج سيستم للمالتي ستوري هو بنعتبره هو الدايفرام الأفقي اللي بيأمن نقل الحمولات إلى النظام الشاقولي نفسه الهوريزونتال، مثال عليه الستيل مع البريكاست. وعندنا هذا المثال بالمستوي الأفقي واللي بده ينقل القوي للعناصر الشاقولية. الحقيقة استخدام البريسنج سيستم بالأنظمة الإنشائية هو عبارة عن عامل اقتصادي مهم جدا جدا. السبب ان هالبريسنج سيستم هاد اللي بستخدمه انا في الابني بخفف او ممكن يعدم العزوم بالعقد، لانه هو بيشتغل عكس القوى الافقية. اذا عندي مؤسرة قوة افقية وعندي شد بالطرف الثاني، اذا يمانع القوى الافقية وبيخفف العزوم وممكن يعدم هذه العزوم بالقوى بالعقد عفوا. النظام الانشائي او البريسنج اللي انت راح تستخدمه واللي راح يأمن لك المنشأ ويخفف من الانتقالات ويأمن المقاومة المطلوبة، مثل ما ذكرت بيعتمد على توزيعك وعلى النظام الإنشائي. طبعا تكررت معنا السلايد بالبريسنج سيستم. ايضا ذكرنا بالأنظمة الإنشائية ممكن استخدمه انا البريسنج سيستم مع كافة الأنظمة اللي اخترتها، سواء الريجيد فريم او الدول سيستم اللي هو ريتينينج وول مع ريجيد فريم او مع سيمي ريجيد فريم، فبالتالي استخدامي معه بيزيد كما ذكرت الستيفنس وبيخفف من الديسبليسمنت وبيعطيني منشأ اقتصادي. المنشأ اللي ظهر قدامنا ارتفاعه 38 متر، المنشآت قمنا بتصميمه تقريبا من 10 سنوات، واستخدمنا فيه مثل ما أننا ملاحظين بالصورة نظام البريسنج أو الإكس بريسنج سيستم. طبعا نظام البريسنج نظام شد وضغط بالمنشآت. بالأنظمة الإنشائية واللي فيها بريسنج أهم شغلة دائما بالمنشآت تحقيق الانتقالات ومقاومة العزوم والتحقق من
نحافة المبنى. الأنظمة الإنشائية مع البريسنج سيستم بسمح لي أستخدم أنا سيلندر بيلدينج. بدنا ننتبه أيضا بالنسبة للبريسنج سيستم أحيانا له أحد مساوئه أني ما بتفق كتير مع المعماري، فلذلك لازم المعماري يتحايل مع الإنشائي على هذا النظام بحيث يخرجه بشكل جمالي. طبعاً كلها بتحكي عن الاستابيليتي للعناصر. عندنا أنواع البريسنج، إما الدياغونال أو شيفرون، وهذا الشيفرون بنسميه إما انفيرتد في أو بالعكس بنسميه في. وعندي هون أنا الزبرد بريسنج سيستم، الزبرد مثل السحاب بالعربي، وممكن عبارة عن زبر بوصل صغير بنسميه استرات للجراوند. كل نوع من الأنواع هاد ممكن يعطيني انتقال محدد في المبنى. أيضا في عندي تسميات، هون عندي inverted V، وهون عندي V، هون X rig، وهون split X. split X يعني إيش هو؟ طالع دورين، أنا واصل عبارة عن bracing لدورين. وعندي inverted V مع strut، وهي الزيب مع عفوا هون الزيب مع استرات، وهون الزيب سيستم. تم عملية مقارنة بين الزبر فريم بريسنج فريم مع الانفيرتد في، وتبين باستخدام الزبر فريم ممكن يوفر عنا بالحديد بمقدار تقريبا أكثر من 30%. طبعا بنلاحظ هون كيف السسبندد زبر مع البيس شير الانتقال بيكون عندي أنا الديسبليسمنت، رغم أني قوة القص البيس شير عالي جدا لكن الانتقال بيكون صغير جدا بالنسبة للسسبندد زبر بريسنج. عمليات التجارب والاختبارات العملية اللي بتتم بفريمات بيطبق عليها جكات، هل جكات هاي فيها قوة معينة تطبق بمناسيب لا عفوا مناسيب البلاطات، ويتم دراسة الانتقالات وتأثير التشوهات والبكلينج لهذه العناصر. مثل ما احنا شايفين بالصورة هون أيضا ممكن يكون عدة نماذج وأنظمة يتم دراستها واعتماد عفوا هذه الكودات، اعتماد الدراسات ونشرها بالكودات. أيضا بأحد التجارب اللي تمت بنظام الفي سيستم والانفيرتد في، تبين ان الانفيرتد في اعطاني انتقال 3.8 انش بينما بالفي 5.11 انش. نفس النظام لكن لما قلبته اختلف عمل العناصر وقل الديفليكشن تحت تأثير نفس القوى. أيضا هون مسميات لأنظمة البريسنج، مثل ما ذكرنا أن مجرد ما تصل عناصر لمرحلة الخضوع بيأمل لي بتبلش الدكتيليتي
تتأمن للعنصر وقبل انهيار أو قبل وصول الأعمدة والبيمات لمرحلة الخضوع. طبعا شكل نلاحظ عنا شكل هون الدياجونال بريسينج يختلف عن الشكل بي. بهالشكل هذا بيكون أيضا هالشكل ضعيف أضعف من هذا الشكل. هلق راح نشوف بمثال هون الدياجونال بريسينج والكي بريسينج حطينا مشان اللي بده يقرأ الزيادة عنه. قبل ما ناخد الأسئلة بدي أطلع لمثال عملي جربناه على برنامج الاستاد عفوا. عندي عدة أنظمة إنشائية، هذا مبنى من 16 دور. المبنى من 16 دور راح تلاحظوا معي أخذنا أول شيء البريسينج المومنت فريم سيستم. تحملونا شوي بس مشان التحميل والتنزيل لأن هالثلاث أمثلة اللي راح نشوفهم ونشوف الفرق بين كل نظام بريسينج تحت تأثير قوة ديناميكية كيف الانتقالات بتختلف بنظام الإنشائي. وأيضا بنفس كمية الحديد أو بنفس العناصر، لكن إذا غيرنا ترتيب البريسينج بتختلف معي الانتقالات بهذه العناصر. إذا في أحد من الزملاء عنده أي سؤال ممكن ناخذ الأسئلة لبين ما نشوف هالملفات والانتقالات. طبعا هذا خلينا نسميه ريجيد فريم سيستم. نعمل عملية تحليل. في عنا نحن عرفنا حمولة ديناميكية ناتجة عن الزلازل، نفس الحمولة اعتمدناها لنفس النظام لكن غيرنا الوثق. نحن هذا النظام إذا أخذنا الانتقالات، حالة التحميل الثالثة اللي عندي هي حالة السبيكترم الناتج عن الزلازل. إذا أخذت الديسبليسمنت لاحظوا معي أنا، لاحظوا معي أنا هون أول شيء الانتقال هذا بالفريم سيستم، عندي الانتقال للحالة الثالثة 534 ملي للنهاية، وفي عندي أنا البداية عندي إياها هلأ لا هالعقدة هاي بنشوف الانتقال عندي اياه 780 باتجاه اكس. اذا لو حفظنا هالرقمين اكس البعيدة 53 سنتي او 534 ملي والزاوية القريبة هي 780، لو سجلت هذه القيم حتى نشوف النظام الثاني اللي حاطينه بريسينج اكس بريسينج كم بدها تطلع معي القيم لنفس اللود الموجودة. اخي انس اذا في اي سؤال. إذا في أي سؤال ممكن ناخده لبين ما نحلل ونعمل داونلود لهالملفين. طيب السؤال من مهندس نبيل عطري، هل ممكن توضيح نظام الفلات بليت والفلات سلاب؟ ذكرتها بأحد السلايدز اللي حطيتهم أنت. الفلات بليت وفلات نفس الشيء. يعني الفلات انت شوف بالأنظمة الإنشائية إذا عم يحكي على الفيرتيكال ممكن الفلات
بليد تشتغل كشير وول بالنسبه للستيل ستراكشر اذا هذا قصده فيها. الفلات سلاب بتختلف عن الفلات بليد اذا قصده على الستيل. اذا بيوضح نحن جاهزين ما في مشكله. بنلاحظ هون بالمثال عنا، خلينا نتأكد بس منه اني بهذا المثال راح نلغي البريسنج اللي حاطينه هو المفروض مسيفينه هذا بس صار ما سيف معنا. كان المفروض ناخذهم صور بس قلنا من يعني ممكن على الاستاذ بيبين افضل واوضح. خلينا نتاكد بس باللود مشان ما نختلف. إذا رحنا للانتقالات بعد ما عملنا عملية التحليل نشوف العقدي، عفوا للحالة التحميل الثالثة بس من بعد إذنكم. بهالمثال استخدمنا البريسنج لكن الانتقال عنا اللي دون اللي اسمه صار عندي 800 780 على نفس الحالة الثالثة عفوا، والأولى بس لحظة 500 للحالة الثالثة 534 بس دونوه من بعد الزكون. لا عفوا نحن خربطنا بالملف معليش. استاذ انا شفنا الاستاذ نبيل اذا بقصد بليت ستيل اللي ممكن تكون هي عباره عن جدران قصيه بتستخدم بالستيل ستراكشر، والفلات سلاب هي تبع الخرساني. طيب اذا هذا قصده، اذا قصده على شيء ثاني يبعث لك معلش. مهندس نبيل عم حاول اعملك ان ميوت، اذا بتحب تسال مباشره تفضل. الله يعطيكم العافيه جميعا مهندس عبد الحكيم مهندس انس. الله يبارك فيك استاذ نبيل. السلام عليكم للجميع الحضور الكريم. وعليك السلام استاذ عبد الحكيم. الله يسلمك. ذكرت انت احد الانظمه المقاومه الجانبيه، ذكرت الفلات بليت والفلات سلاب، وذكرت انه الاعمده هي اللي راح تقاوم اي بالفلات سلاب. نعم بالفلات سلاب، الفلات سلاب سيستم الاعمده هي اللي راح تقاوم الحمولات الجانبيه وراح تنتقل عليها من الفلات سلاب. اما ذكرت الفلات الرئيسي اللي ايه العنصر الرئيسي هو الاعمده بالانظمه الاشلائيه. اذا كان عندك فلات سيستم وعندك الاعمده شالي لها الفلات سيستم، مين راح يقاوم الانتقالات؟
مين؟ ما المفروض يكون في كور بهاي النظام اللي عم تحكي عليه، المفروض يكون في كور خرساني او هذا كور. هذا النظام، هذا النظام لا، نحن قلنا هذا النظام بيطلع ل 25 دور بدون كور. انا تقريبا أنا هذا سؤالي. بدون كور، نعم بدون. طيب مين الأعمدة بدها تشيل؟ اذا كانت الأعمدة بدها تشيل المفروض يكون في بيمز، يعني في فريم اكشن. فهون انا لفت انتباهي انه ما في بيمز، ما في فريم اكشن. الفلات سلاب يعني بنعرف استاذنا الفلات سلاب هي الناقل، اذا تنقل اللاترال لشيء ما مختلفين ابدا. والتسميه بظن انت اصدق حضرتك الفلات سلاب في الكونكريت، واذا كانت فلات بليد في الستيل ستراكشر هي مفهومه. بس النقطه طيب. اللي بدي اياها الفيرتيكال سيستم بهذا النظام شو هو؟ يعني والله اعطيك العافيه عشان ما اطول عليك. الاعمدي، نعم فقط الاعمدي. شكرا نعم. الله يبارك فيك. شكرا. طبعا اذا بدك تركب انت تحط عباره عن شير وول لتاخذ القوى الجانبيه، ما عندك مشكله. نحن قلنا بالشير وول بتطلع انت بارتفاعات اكثر. حتى يعني خلينا نقول لك انت مثل ما تفضلت بالريجيد فريم سيستم بروح لل 25 دور، انا ما بطلع اكثر. هذا النظام الفلات، هون الفلات السلاب، نحن لما نشتغل الفلات احدى نظريات التحليل والتصميم الانشائي للفلات سلاب تعتبر كأني كمان جسور. أو طريقة الإكويفرنت بيم إذا بتذكر. طيب. المثال الثاني عندنا بالإكسبريسنج. هذا الإكسبريسنج. رحنا للحمولة الثالثة. بنلاحظ عنا الانتقال. عنا لاحظوا عندي هون أنا. الانتقال كم بالحمولة الثالثة؟ 375 ملي. بينما طبعا بالريجيد فريم سيستم كان 534 ملي الانتقال. وهون نزل عندي تقريبا بحدود 17 ملي بسبب استخدام البريسنج سيستم. ونشوف الزاوية الثانية نزل ل 487 ملي بينما كان 734 ملي، يعني تقريبا بحدود ال 25 ملي 26 ملي نزل الديفليكشن بسبب استخدام البريسنج هالنظام الاكس بريسنج. هلا النظام الاكس بريسنج اذا بس حفظنا هالقيمتين نرجع عليهم بالديفليكشن، اذا 37.5 سم او 375 ملي الزاويه البعيده، والقريبه بتطلع عندها 487 لو حفظنا هالرقمين. وراح نشوف مدى تغيير او تاثير البريسنج اذا نقلنا هالبريسنج واحد منهم حطيناه على العنصر الثاني وكان قطريات اثنيناتهم بالتوازي. بنشوف القيم بالديفليكشن. هو بس ما نخربط بالفايل اي سؤال ثاني استاذ انس. السؤال من مهندس حسن عامر، موضوع تصميم الأعمدة النحيفة، في مجال تشرح بطريقة مبسطة عن الموضوع هلا أما هو خارج نطاق؟ والله شوف، بالنسبة لتصميم الأعمدة، بالنسبة لتصميم الأعمدة والكونسبت اوف ستراكشرال ديزاين عندنا محاضرة راح يلقيها الأستاذ نبيل، لذلك بدي أعرف السؤال للمهندس نبيل هو بدي يجاوب عليه باللقاء معه. اللي بتعلق، شوف إذا في أسئلة بتتعلق بالتصميم راح نعيبها للأستاذ نبيل. خلينا نحن على الأنظمة الإنشائية والبريسنج سيستم اللي بخص لقائنا اليوم.
تمام. هو في سؤال كمان مماثل من مهندس ماجد نسيم. نعم. موضوع الريجيد دايفرام والسيمي ريجيد دايفرام. هذا نعم. كمان سؤال تصميم في محاضرة قادمة. سؤال نعم. من مهندس عكام أو أكام. توضيح أكثر عن الأوتريجر تراس وكيف يتم تثبيته مع البناية. يتم تثبيته إذا كان ستيل ببليت أو عبارة عن بيكون عبارة عن شير وول. بتم تثبيته الشير وول مع الكور تبع البيلدينج. تثبيت عادي بالستيل مع بعضه. إلا شوف إلا إذا استخدم مخمدات بهذه العناصر مثل ما كان بالصورة. هل العناصر هاي وتعطيك تخمد للبناء وفي يا بتستخدم بستون يا بتستخدم ستيل فريكشن بقى بترجع للمصمم هاي اللي عمل التصميم عليها. وهي العناصر يعني ممكن مع الزلازل مع الحركة الكذا بتنهار وبسميها sacrificed structure member بسميها. طيب موضوع البريسنج اللي ذكرته ايه بيكون عمله ريليس بالموديل صحيح؟ هلأ إذا عملت له ريليز أنت معناته اعتبرته ضغط وشد. إذا ما عملت له ريليز ممكن يتحمل جزء من العزم. كأنك أنت قلت له اشتغل يا عنصر أنت إذا أجاك شوية عزم كمان تحمل لي. تمام. وين المفضل يتم وضع البريسينج بأول وآخر فتحة أنا مو بالنص لما موضوع ما له علاقة هالموضوع بلحقك معماريا والنظام اللي انت بتستخدمه. انا ليش ذكرت ثلاث امثله؟ شفت اخذنا اول شيء الريجيد فريم سيستم خلينا نسميه الريجيد فريم سيستم. طلع عندك الانتقال اول شيء 534 ب 780 بينما لما استخدمنا الاكس بريسنج طلع عندك 374 ب 483 او 86. هلا نحن بدل البريسنج اللي كان هون مع هالعنصر هذا هالعنصر كان بريسنج غيرنا هذا عبودي معلش روح يا عبودي فلما غيرنا مكان البريسنج لاحظ هذا الشكل صار بدل ما كان اكس بريسنج عفناه دياجونال ونقلناه نحن للفتحة الثانية. رح نشوف حاليا بقاني الديفليكشن كم صار عنا. لاحظ كم صار عنا 379 بينما كان بالإكس بريسنج 374 يعني تقريبا شيء 15 ملي تقريبا نزل. تصور أنا نفس العناصر استخدم لكن غيرت مكان البريسنج نزلت بقيمة الديفليكشن أو الديسبليسمنت أو الدريفت. إذا رحت للعقد الثاني اللي عفوا صار 311 بينما كان كم بالإكس بريسنج 484. فلاحظ الفرق بيناتهم تقريبا شيء 17 ملي تم تخفيض الدريفت. مع العلم ما غيرت شيء أنا بالعناصر فقط غيرت أنا مكان البريسنج. تقصد 17 سنتي مهندس عبد الحكيم مو 17 ميلي. 17 سنتي دكتور نعم عفوا 170 بين عفوا 311 و 484 أو 87 17 نعم سيدي 17 سنتي ما هو رقم سهل. تنزل دفت 17 سنتي فقط بتغيير مكان البريسنج أنت عندك. لا يمكن في شغلي لا يمكن اني اجي انا اليوم بدي اصمم ستيل ستراكشر واحط بريسنج اوصل لهالنتيجه هي اذا ما اشتغلت وجربت وعرفت بعدين وين بدي اختار نظام البريسنج واحطه. طبعا بحكمك احيانا معماريا مثل ما قلنا كمان بمكان تمام. لسه في فايب تورجيني انا ما خلصوا لا هالثلاثة ومحاضرتنا اليوم بيكون خالصة وأرجو أن يكون فيها شيء من الفائدة يعني.
تمام الله يعطيك العافيه. ومثل ما قلنا لكم حضرناها بسبب يعني صرنا اسبوع شغالين لاني في احد الزملاء الله يوجه له الخير اعتذر ونقل محاضرته لتاريخ ثاني، فاضطريت اعبي هالفراغ لان الجدول عندنا 18 اسبوع حاليا، فما كان في عندنا حد يجي نجيبه على هالمحاضره. السؤال من مهندس نوروز، لما ذكرت في بداية المحاضرة على استخدام جدران بلوك في مقاومة قوى الأفقية، تمام، مثل الموضوع مثل البريسنج مع الأعمدة، انفيلد بنسميه انفيلد فريم سيستم هذا، تمام. في بعض المشاريع الاستشاريين بيطلبوا فصل الجدار عند نقطة الالتقاء مع البلاطة، فأيهما أفضل إنشائياً، الفصل أم التماسك مع الأعمدة الموجودة؟ هلأ أنت دخلته بالتصميم ولا ما دخلته أول شيء؟ هلأ هو صراحة يعني موضوع جدران البلوك، شوف هالأنظمة تغير وممكن يصير في تغيير فيه بالمستقبل، فما اتوقع ان يعني في مهندس ممكن يقوي قلبه ويستخدم جدران بلوك في مقاومه هي، صح. انه بكل سهوله مثل ما ذكرت انت بيفتح فيه شباك او باب او شغله بيروح الاثر كله تبعه. لذلك اني ما بيدخلوها بتصميم الفرين لكن بتلعب دور بمقاومه المبنى، وذكرت لك من خلال بعض الامثله اني بسبب حدوث الزلازل وجدوا بهذه الأبنية اللي فيها البلوك أني قاومت الزلازل وتأثير الزلازل على هذه الأبنية كان أقل بكثير كثير من تأثيرها على أبنية تاني ما كان فيها جدران بلوك أو بريك أو حجر. لما سؤال من مهندس علي مهدي شلو، عند تصميم البريسنج كونكريت كيف يتم تمثيله بالتصميم بالموديل؟ البريسنج؟ نعم، إذا كان كونكريت وليس ستيل. إذا كان كونكريت نحن إذا شفتوا من خلال يمكن أسبوعين ثلاثة سابقات كان في أحد الأمثلة لهذا الموضوع البريسنج بغرفة بأربع أو خمس أمتار بشكل ظفر، وكان عبارة عن البريسنج سيستم هو عبارة عن خرساني. لازم لما بدك تصمم العقد أنت بهذه العناصر إذا بدك تحررها صار الضغط وشد، إذا بدك تقول ما تحررها تعتبرها كأني عزوم وثق، بدك توثقها وتنفذها وثاقات بالواقع. فأحد المشاريع اللي بذكر فيها عملنا الظفر تقريبا 5 متر و25 متر او خلينا نسميها كورنر روم، كانت عباره عن غرفه بمبنى امتدادها بطرف 25 سم وطرف الاكس واي خلينا نقول لك 4.74 سم ولها امتدادين للخلف وتستند بنقطه التقاء هون على عمود، فهذا العمود اصبح بشيل عزوم كبيره جدا جدا. طيب شو بدي اعمل الحل انا هون؟ عملت بوست تنشن بس ضل عندي البوست تنشن انا هون عم يشكل لي عزم، لما شكل لي عزم انا العمود فشل، العمود الفشل طلعت للعمود لل 90 سم حتى احقق معنا على البكلينج وعلى العزم، المالك قال لك لا اخي انا اكثر من 50 سم ما بسمح لكم، بخرب الشكل بيشوه لي الشكل المعماري ما بحسن 90 سم ما بدي. رحنا على جماعة البوستنشن قلنا له خيو بهالجوينت هاي بهالنقطة عفوا اعتبر لي البلاطة عندك مستندي على بن سبورت مفصل. قال طيب اعتبروا بن، ونحن صممنا المنشأ بعدين بوجود هذه البلاطة على أساس تحرير العزم وصممناه على أساس بن، ووصلنا الحديد هون بشكل مقص بحيث يصير في عندك جزء من الدوران أو ما يصير دوران بسبب صلابة البوست تنشن سلاب اللي كانت تقريبا أكثر من 60 سم بهذاك المشروع. فبالتالي أنت كيف بتصمم عنصرك إذا بدك تصممه كبيور تنشن خلص
انت معناته العنصر عندك عم تصمم على الضغط، نهايته بدك تصممها بحيث تكون تتحمل فقط ضغط وشد. لا، وثقتها بدك تعمل تفصيلتك بهالعقد مع البيمات او الاعمده بدها تكون عباره عن ريجيد جوينت. تمام، يعني هو يتم رسمه بشكل حرف اكس او بشكل بريسنج بالموديل وبنحط البروبرتيز 100% مثل الواقع. نعم تمام. سؤال من احد الزملاء مو مبين اسمه HH، بقول لك لم اشاهد البلاطه في اي نموذج من اللي فتحتهم، لماذا؟ البلاطه بالفلات سلاب سيستم، شو هذا؟ هو بالاستاد راسم بلاطه انت الدايفرام وما كرسمه؟ لا هوني ماني راسمه. لا بعدين ما شرط شوف، ما شرط انت ببرامج التحليل ما شرط انك ترسم بلاطه، بس مجرد ما تعرف له مستوي انه دايفرام خلص هو لحاله بعرف البرنامج اللي عنده دايفرام بهالمستويات. تمام، وهذا حتى ببرنامج الاتاب، ببرنامج الساب نفس الموضوع، اذا كان هو شغال على البرامج المفروض هي معروفه. سؤال من مهندس وائل حجازي. نعم، كيف نمزج المبنى بالاطارات المملوءه بجدران بلوك؟ هل يتم ادخال جدران بلوك بالموديل؟ بالخواص تبع البلوك تعتبره انت جدار بلوك، بس بدل ما تاخذ خواص الاي لا وتحسب لك الاف سي للخرسانات او السترينجز تبع الخرساني بتعتبره للبلوك، لان مقاومه الخرساني بتختلف عن مقاومه البلوك. بس ما حد عبله ولا انا. طبعا ملاحظه جانبيه مثل ما ذكرت انت على موضوع الانفل بلوك، في اشتراطات بالكود الامريكي الACI اتوقع 530 او 560، هلا بدي اشوفه، بس هو غالبا 530 لموضوع جدران البلوك. طبعا بامريكا نصمم عاده جدران البلوك لتحمل الحمولات الافقيه والشاقوليه، ولكن يجب ان تكون حسب الكود. تمام، اذا ما كانت مصمم الكونكشن حاطط فيها حديد شاقولي، موضوع المونه الاسمنتيه مدروسه بشكل صحيح، ما مندخله بالحسابات طبعا. نعم، تتذكر كان في موضوع من 3 4 اشهر بهذا الخصوص. تمام، الابني الحجري. نعم، سؤال من مهندس مهند حسين. معروف انه الار سي فريمز اللي هي الكونكريت فريمز عندها ستيفنس اكثر من الستيل، شو هو السبب؟ يعني اذا حطيت كونكريت فريم راح يكون الستيفنس للمبنى اكبر من الستيفنس اذا حطيت ستيل فريم. اذا حطيت ار سي فريم الستيفنس بيكون اكثر من الار من الستيل. نعم، يقصدوا يعني بالنسبه للستيل اكثر من الجمل. تمام، ايش الدليل؟ هلا هو صراحه يعني اذا انت بتحط ار سي فريم اكيد ال الاي والاي تبعه حتكون اكبر من الاي والاي للستيل اللي هو عاده خفيف. لا دي بالمقطع يعني؟ ايه بالمقطع. ايه بس انت حسب المقطع اللي عندك، يعني مثلا اذا قلت لك انا هل اتش بي ماذا، شوف الاتش بي الاتش اي 700 اي ايش المقطع الخرساني اللي راح يكافئه؟ بس بيجاوب لي هلا اذا حطيت 700 ب 700 خرساني. طيب مقطع محرز، خليه يجاوبني. عندي انا مقطع ستيل اتش اي 700، شو المقطع الخرساني اللي راح يكافئه هذا مشان يعطيني ستيفنس اكبر منه؟ بدي احول بالالاستيك ثيوري احسب ال ان اي. بعدين كيف الستيفنس تبع الخرساني اكبر من الحديد؟ اذا كان الاي تبع الحديد تقريبا خمس يعني بين 28 وبين ال شو اسمه 3000 4000، يعني في عندك 5-6 اضعاف، ما ابغى اتذكر الرقم بالضبط. الاي للحديد اكبر بكثير. تمام، سؤال ثاني من مهندس مهند من مهندس محمد خليل. ما هو نوع الوصلات بين الاعمده والجوائز في انظمه البريسنج؟
طبعا انت ذكرت فيها ممكن يكون وساقه ممكن يكون هنج. شوف بالنسبه للبريسنج مع الاعمده انت يا بتعملها اذا كان قصده على نوع الوصلي يا بولت يا بتعملها ويلدنج ما عندك اي مشكله فيها. وشوف والجوينت الجوينت كإذا عملت ويلدنج ما له علاقه بعمل العنصر لان نحن بالترس بشكل عام ممكن تعمل انت كل الجوينت بالترس عباره عن ويلدنج فما بتحسن بتقول لي والله هي صارت ويلدنج معناتها انا اعتبرتها عزم. لا ما هي وثاقه تتصمم كلياتها على اساس قوى محوريه. يعطيك العافية استاذ ممكن توضيح السؤال. الله يعطيك العافية يا ربي. يمكن انت ذكرت هاي الجزئية بالمحاضرة وانا تغافلت عنها ما بعرف. انا قصدي شو هو نوع الوصل بين العمود والجائز في حالة بريسنج سيستم، هل هي ريجيد اور هينج؟ شوف بحال بريسنج سيستم بين العمود والجائز نعم. شوف اذا كان عندك انت المومنت ريزيستنس فريم وحطيت له بريسنج بضل مومنت ريزيستنس فريم لكن انت عمال تقوي بايش؟ عم تقوي بالبريسنج. والبريسنج ذكرت لك ان عمليه البريسنج عم بتخفف من العزم على العقده لاني عم تشتغل عكس القوى الافقيه المؤثره على العنصر. نعم. اذا كان هذا سؤالك. نعم هذا سؤالي بالضبط. ولكن ممكن انه نستخدم وصلات هينجد مع بريسنج سيستم. يعني انا ما بدنسى انه عندي مومنت ريزيستنج فريم بدي اعتبر كل الوصلات بين الجواز والاعمده هي هينجد وبدي ازود الفريم ببريسنج. يعني بيصير بريسنج مع هينجد كونكشن هينج البيم مع العمود. تماما انا عم بحكي على البيم مع العمود. ايه فممكن هذا النظام هل هو واقعي؟ يعني يمكن هل يمكن استخدامه بالواقع؟ إذا شفت الصورة تبع الستيل وذكرنا بالمومنت ريزيستنس فريم أصعب شغلة إنك تحقق الوثاقة بهالعناصر وبتعذب كتير كمان بالعمل. فأنت بدك تحول هالنقطة هاي لبن معناته بدك تنفذها على اساس تنقل قوه تكون هون عباره عن شير جوينت. نعم نعم بالضبط. الشير جوينت هون زادت لك بايش؟ قوت لك قوه الجسر. لما انت بتصمم العقده على اساس اني عزم هالعزم هذا بالعقده راح يشيل جزء من العزم اللي متعرض له البيم. لما بدك تلغي الوثاقه مع العمود معناته انت زدت العزم على البيم فبالتالي بتكبر بيمك بهذا الحال لان راح يجي عزم اكثر فيما لو كان عباره عن وثاقه. تمام ما بعرف تمام استاذ محمد وصلت 100%. انا بتذكر انت رساله ماجستير كان بهذا الموضوع وكانت والله ما هو رساله الماجستير بحث غير رساله الماجستير. الله يعطيك العافيه يا رب وصلت الفكره. انا هو المتعارف عليه انه الوصله تكون مومنت ريزيستنج فريم مومنت ريزيستنج الوصلات بس خطر لي سؤال انه ممكن يعني نستخدم هينج او بند كونكشن بهذا النوع بالبريسنج. هلا انت البيم مثل ما حكيت حضرتك انه هذا الشيء بده يخلينا نستخدم مقاطع اكبر للجواز وهذا شيء يمكن ما هو اقتصادي فالافضل انه حافظ انا على الوصلات ريجيد. نعم بس شكرا. ما حد بمنعك اذا بدك تعمل شير مين بمنعك؟ ما حد بمنعك. تماماً بهالحالة العقد بدل ما يأخذ البيم جزء من العزم بده يروح لوين؟ بالقوة الجانبية بده يروح للبيم للعمود عفواً. نعم شكراً أستاذنا. الله يبارك فيك سيدي. في سؤال من مهندس علاء درويش موضوع الميجا كونومز شو المقصود فيها وشو التشيكات اللي بتتم عليها؟ تمام. الميجا بيلدينج شو بنقول ميجا بيلدينج احنا؟
لما طلعنا بيطلع وصلنا 300 و400 و600 و800 ووصلنا البيل تقريبا بالابني، فصرنا بدل ما نقول هاي رايز بيلدينج لما طلعنا فوق 300 متر 400 متر نسميها ميجا بيلدينج. وبالاوتريجر سيستم نحن قلنا عباره الاوتريجر هو عباره عن جدران خرسانيه بتعمل سبورت للكور تبع المبنى وبتكون مستندي على الاعمده او بتكون عباره عن التراس سيستم. هالعمود هذا ارتفاعه راح يكون كبير، يعني ما راح يكون 10 20 30، ممكن يكون 60، ممكن يكون 100 حسب الليفل اللي انت بقاني صممت عليه الاوت تريجر للمبنى. فانت عندك 100 متر تقريبا عمود، بدك تحقق السلندر، بدك تحقق السترينز، بدك تحقق البكلينج، بدك تحقق كمان التقاصر بينه، تدرس التقاصر بينه وبين عناصر الكور الأساسي تبع المبنى. ليش؟ لأن الكور بتعرض لقوى شاقولية أكسل لود كبيرة جدا جدا مقارنة مع هذا النظام اللي هو عبارة عن عمود وعامل أو تريجر ثبت الكور ب خلينا نقول لك بارتفاع 100 متر، بارتفاع 200، بارتفاع 300 وعندك ل 900 متر. فصار عندك تقريبا 100 متر هالعمود هذا او ال 200 متر بدك تقاصره راح يكون اكبر، راح يكون اقل من تقاصر الكور للمبنى. فهالفرق بيناتهم المصمم الانشائي لازم يدرسه وينتبه عليه. تمام. سؤال من مهندس ياسر حسن، ما هو طابق الميزانين وكيف يعمل؟ طابق الميزانين هو عبارة عن جزء من طابق، بدخل هذا الموضوع، بدخل الأستاذ ياسر بدخل بالستيفنس تبع البلاطة أو خلينا نقول لك بالريجولر والإرريجولر سيستم تبع المنشأ، سواء كان بالمستوى الشاقولي أو بالمستوى الأفقي. عندك انت اذا تقاصر المبنى، اذا تقاصر المبنى يمكن اكثر من 15% بتتغير صلابته وبصير بنسميه نحن هالمبنى هذا الريجولار بيلدينج، بدل ما يكون مبنى نظامي عندي بلاطه كامله. فهسه هالطابق هذا طالما اختلفت الاستفنس تبعه عن الطابق العلوي ممكن يصير عندي هون اسميه الريجولار بيلدينج، ولا بيشتغل هو مثل اي طابق، بس انت المبنى بدل ما يكون عندك مثل ما قلنا ريجولار صار ريجولار، وهي باشتراطات الكود اللي هي السي اي 16 ماني متذكره استاذ ياسر، بس هو بتحول الطابق هذا الريجولار بصير عندك. تمام. سؤال من مهندس محمود احمد، هل ممكن نصل لارتفاع اعلى من 300 متر وكم اقصى ارتفاع ممكن نصل بالهايبريد سيستم؟ بالموضوع هذا على برج خليفة وصل 850، وعندك البرج الميل بجدي وصل تقريبا أكثر من 1000 متر، وعندك منشأ الخور هلا كمان، بس هذا عبارة عن كيابل شدادات وإيش اسمه. أنت ممكن تطلع للارتفاع اللي ببالك، بس إيش اللي بيحكمني أنا؟ مقاومة المواد وخواصها، الستراكشرال اناليسيس والليمت كود تبع الديفليكشن. اذا حكمت انت اطلع، ما راح نوصل اكثر من الميل حاليا يعني، ولو اني باليابان مثل ما بنشوف بقول لك بده يوصلوا ل 4000 متر عم فكروا بهيك مبنى. تمام. سؤال من احد الزملاء اتوقع شرحت عنه انت، هو الفرق بين الريجيد والهنج. الريجيد عبارة عن مومنت، في عندك هالكونكشن بين العمود والكولم، عبارة عن في عندك عزم هون وثق. الهنج معناته أنت لغيت العزم بهالنقطة هاي. بالنسبة للموديل اللي أنت حاطه على الشاشة، شو نوع الأساسات اللي مستخدمها؟ ما أنت أسع ما استخدمت أساس، أنا أخذت هذا المثال فقط لنبين الفرق بين البريسينج، لكن ممكن 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 اذا عندي تربه ضعيفه نروح للبايل مع بايل كاب، ممكن نروح للمات فاونديشن.
تمام. بس ازيوليتد لا صعب، لاني على الارتفاعات الكبيره والحمولات الجانبيه بتضرب القواعد ببعض، فيا بدك تروح لبشي يا باي بحسب التربيه عندك. في سؤال من المهندس وائل، صراحه يعني هو عم يحكي على جزئيه معينه. مهندس وائل اذا بتحب تعمل ان ميوت وبتحكي سؤالك بيكون افضل. الله يعطيكم العافيه يا رب، سلم ايديكم. هل تسمعوني يعني جيدا؟ اول شيء تفضل استاذ وائل. الله يعطيكم العافيه يا رب. سالت بخصوص الاطارات المملوءه ببلوك، لاحظت من كذا ورقه بحثيه كنت انا عم بحث بهذا الموضوع انه عم يمزجوها كبريسنج بخصائص خاصه فيها، وبيعملوا انه البريسنج هي تعمل على الضغط فقط بدون تنشن ودراسه لا خطيه. فهل يا ترى لاحظتوا هذا الشيء بكودات؟ في اعتبارات بكودات للمنزج لهذا؟ اي 100% 100%. يمكن انا ما ذكرت بس هو بيعتبر بهجزة من الجدار كانه بريسنج صح. واذا بدك اذا بدك عنا ببعث لك والله. حط ايميلك، حط ايميلك وتكرم. إيه الله تسلم يا رب. انا يعني الهدف هو اني اعرف تماما شو الخصائص تبع البريسنج. تكرم. اذا بتلاحظ انا حطيت احد السلايدات وبينت لك اني في جزء شريط كيف راح يكون قطري وكيف الضغط بيجي الجانبي وراح ينزل على هالقطر هذا وراح يكون مثل البريسنج. يمكن ما ذكرته بس هذا مثل ما انت عم تذكر 100%. واضحه كانت واضحه. الله يجزاك 100%. الله يبارك فيك. اهلين استاذ. في سؤال اخير من مهندس ماجد. مهندس ماجد فيك تحكي سؤالك مهندس عبد الحكيم. السلام عليكم مهندس. حياك الله استاذ ماجد. يا هلا. بنشكرك جدا على نشر العلم وعلى اهتمامك بينا، ربنا يخليك. شكرا جزيلا. تسلم. الله يبارك فيك استاذ. كنت بسال حضرتك سؤال على حسب الكود الامريكي الاحمال الاي اس سي اي 16 كان حاطط ليميت للاختيار النظام الانشائي بالارتفاع على حسب يعني في حالات يقول لك نوت بيرميتد تستخدم النظام ده، نوت بيرميتد تستخدم النظام ده على حسب اس 1 واس اس على حسب كذا حاجه. ف يعني انا بيحكمني اختيار النظام الانشائي حاجه غير الدريفت او حاجه غير الماتيريال بروبرتيز نوع المنشا، الريجولاريتي تبع المنشا، شده المنطقه الزلزاليه. يعني في مناطق زلزاليه بيقول لك مثلا دورين ثلاثة أربعة بتصمم أخي بدون زلازل، ما عندك مشكلة. بس في عندك بعض المناطق، وإذا الأستاذ أنس بذكر أني حتى إذا عندك دور واحد بدك تدرس هذا المبنى على الزلازل. فأنت نوع المنشأ بحكمك المنطقة الزلزالية والارتفاع عندك. حتى الارتفاعات إذا بترجع للكود الـ ASCE بيقول لك إذا عندي أنا ممثل الأبنية المنتظمة ممكن أطلع لـ 73 متر بدرس على الطريقه الاستاتيكيه. طيب لكن في عندي مناطق انا الزلزاليه شدتها عاليه بنزل لك لل 56 او 50 متر بالارتفاعات. اذا المنطقه الزلزاليه وشدتها ممكن تاثر لك على نوع المنشأ. تمام يا فندم. بس اتصور في دول الخليج والشرق الاوسط يعني احنا مش شديده القوه يعني. لا أنا بمنطقة الخليج بشكل عام، المنطقة الشرقية على الإمارات تقريبا يمكن المنطقة الزلزالية عندنا صفر، وبالإمارات بعتقد صفر أو واحد. فبعبارة عن إيش؟ عبارة عن شدات ضعيفة الزلزالية. بينما لو رحت باتجاه الغرب بالمدينة، لا المدينة تعتبر يمكن شدتها 2 أو 3 بيعتبروها، فالشدة أعلى بالمدينة. فبتحتم علي هناك أنظمة إنشائية ما هي نفسها اللي ممكن أستخدمها أنا بالمنطقة الشرقية أو بالإمارات. تمام. جزاك الله خير يا دكتور. الله يبارك فيك. الله يخليك. يعني. سؤال أخير من مهندس أكام. هل ممكن نعمل تفصيل هنج في البنايات العالية في الجسور والأعمدة؟ ما عندك مشكلة أبدا. الهنج القصد من الهنج شو هو بس مشان الأستاذ أكام؟ عبارة عن شير كونكشن. عندك قص وقوة ناظمية إذا فيه، يعني بهذه الوصلة ما عندك عزم. فأي تفصيلي أنت ما عندك عزم شو بنقصد فيها؟ يعني أنت بتسمح بدوران العنصر.
فأنت إذا كان عندك سمحت، إذا عندك آي بيم حطينا له زوايا زاويتين وصلناهم معه ووصلناهم مع الكولم، ظل الجناح مو ملحوم ومو موصول مع العمود، معناته صار بإمكانه لهل توب فلانج يفتل بسبب إيش؟ بسبب عدم موثوقيته أو عدم وثقه بالعمود. فالمنطقة هي صارت عندك أنت هنج أو شير جوينت. تمام أستاذ، الله يبارك فيك. أتوقع هي غطينا تقريبا كل الأسئلة من الزملاء. الزملاء اللي راغبين الحصول على شهادات الحضور راح أحط رابط هلأ لمجموعتنا على الفيسبوك، لو سمحتوا فوتوا سجلوا بملف الإكسل وتواصلوا معنا بالمجموعة تبعنا. إذا حدا عنده سؤال للمهندس عبد الحكيم كمان يتم التواصل عن صفحة الإكسل. أبداً أبداً، اللي عنده سؤال، اللي لازمه كتاب، لازمه مرجع، ما هو ملاقيه يرسل وإن شاء الله بتأمن. تمام، وهذا هو راح أحط رابط المجموعة تبعنا إن شاء الله على الفيسبوك. ونشكر المهندس عبد الحكيم وجميع الزملاء على المشاركة. في الأسابيع القادمة إن شاء الله راح نحكي على مواضيع جميلة، من ضمنها موضوع السولار سيستم والطاقة الشمسية، من ضمنها البوستنشن سلابس تصميم وتنفيذ، ومواضيع أخرى إن شاء الله نستضيف فيها خبرات علمية. ممكن بس ملاحظة بسيطة لو سمحت. يعطيك العافية، الله يبارك فيكم جميعا إن شاء الله، محاضرة قيمة ما شاء الله، جزاكم الله خيرا. بس أنا حبيت أعقب شغلة النظام الإنشائي للمنشأة، يعني أنت هون ما شاء الله اجتهدت وساويت نمذجة لثلاث أمثلة، فأنا بتصور اللي بيحكم هالموضوع هذا هو الكودات، لأنه الكودات مبنية على شو؟ مبنية على دراسة تجريبية. فالمهندس ما يفكر نفسه آخر النهار أنه في باستخدام سوفتوير معين اختار النظام الإنشائي اللي بده إياه، لأنه الكود السوفتوير ما ممكن يعطيك يعني نتيجة دقيقة للموضوع، لكن هو هذا ممكن يكون موضوع بحثي، يعني أنت تستخدم السوفتوير مع التجربة بحيث أنه تطلع بنتيجة معينة، إذن هذا بحث معين. أما أنت الآن لما تكون كمصمم هذا مو مجال أنه والله تجتهد وتختار نظام الإنشائي بنفسك بدون من الرجوع والالتزام بمعطيات الكودات اللي هي مبنية على تجارب وأبحاث كبيرة ومعمقة. هاي ملاحظة حبيت أنا أضيفها، ما بعرف عاد شو تعقيبك عليها. الله يبارك فيك دكتور. لقل لك إيش اللي بحكمني بالنظام الإنشائي دكتور؟ تفضل احنا نسمع منك ان شاء الله. اللي بيحكمني بالنظام الانشائي هو السترينكس تبع العناصر، مقاومه العناصر والديفليكشن اللي موجود عندي. طيب ليش انا قلت عندي ريزيستنت مومنت فريم وما حطيت شير وول، وقلت انا بطلع ل 25 دور بدون شير وول؟ الشير وول عباره عن تقويه للمنشأة ضد القوى الجانبية للتخفيف من الديفليكشن أو عفواً الديسبليسمنت، يعني بتعريف أصح العناصر الوسط تبع البريسينج، كل هذه العناصر مستخدمة هو الزراعة وكذا، ودي نماذج من المواصفات. فطالما كلياتها مستخدمة، أنت أعطيك مثلاً، خلينا نقول للمثال هذا أعطيني الدياجنال، أنا الدياجنال سيستم، هل الدياجنال هاد قال لك وين بيستخدم؟ إذا وثقت أنت في هالعنصر هذا، إيش اللي بيمنعك دكتور؟ الكود، الكودات على فكرة بالبريسينج، لو شايف لك كود بيقول لك أني لازم أستخدم هالنظامات كنت قلت لك، بس اللي درسته أنا ما شفت، باللي قريته واللي درسته ما شفت أني بيقول لك هون لازم تستخدم الإكس بريسينج. لكن في شغلة أنت
عندك البريسنج هذا عم بتشغله ضغط ولا شد؟ وكيف راح يشتغل معك؟ وهل هو اذا شغلته ضغط بيعطيك نفس النتيجه اذا اشتغل شد؟ ما هو كل هالاحتمالات هذا انت لما بتغطيها بتعمل البريسنج سيستم. اذا شفت بالسلايد دكتور كان عباره عن ياخذ السيستم عباره عن نموذج ما عنده منشا مثلا 30 متر وارتفاعه 150 ويجي يعمل عليه، لا عمل نموذج ارتفاع مترين مترين عباره عن 3 ادوار وطبق عليه القوه الجانبيه بهيدروليك جاك او ركب المنشأة على فايبريشن بليت وطبق عليها تسارع ليحسب تأثير هذا التسارع. كلام صحيح، كلام صحيح. انت بتعرف دكتور، انت بتعرف عملية. لا كلام صحيح. انا متفق معك تماما. اكسبيرمنتال يعني. ايوه متفق معك تماما. اذا هذا الموضوع يعني ممكن يكون بحث وتحضر فيه يعني بحث ماجستير ولا دكتوراه ولا الى اخره، شايف علي، ويطلع فيه مقالات ويطلع فيه كذا ويقترن بالتجربه. نعم. يعني مستحيل احنا بالمختبرات مستحيل نساوي منشاه كبيره وناخذ نموذج يعني مكت صغيره او موكب صغير. تمام. وبنطبق عليه لنفسي وبعدين بنعمم. لذلك بتشوف انه الكود دائما يعني مثلا خذ الاي سي اي مثلا 318 كان في عنا 8 وكان في عنا مثلا بعدين 11 وبعدين ما بعرف شو 14 وبعدين 16 وبعدين 19. على اي اساس هذا؟ معناه التجارب مستمره. اذا الكود مو دقيق 100% الكود خاضع للتجربه ومتغير يعني مع المجربين. يعني بعدين في شغله مهمه جدا، ممكن الكود مثلا احد المجربين بامريكا جرب تجربته مع نتيجه، يروح واحد في فرنسا يجربها ما تطلع نفس النتيجه، بس بلس ماينس. ليش بيقول لك في مارجنج للخطا؟ يعني مارجنج للايرور. نعم. فهذا هو السبب. ولذلك السوفت ويرز، حتى السوفت ويرز ما تم اعتماد كبير جدا على المودلز هذا المطوره في المختبرات. لذلك كما يقول احدهم ربش ان يساوي ربش اوت. يعني انا مو كل شيء بعطيه بالهذا بحصر عليه يعني انه والله هذا حساب صحيح ودقيق. يعني لذلك لازم يكون في عندنا قواعد لاستخدام السوفت وير حتى ما نشطح ويطلع معنا بعدين كوارث يعني بالموضوع. فهذا هو النقطة. بس حبيت القواعد اللي بنحكي عليها مثل ما قلنا، هالعنصر هذا عندك انت اهم شيء تأمن بكلينج او يلدينج لهذا العنصر قبل الأعمدة والجسور لتأمل دكتلتي للمبنى. اذا انت امنت انه يخضع او يصير اليلدينج بهالالترس قبل ما يصير او ينهار البيم والعمود بيقول لك التكست بوك انت امنت هون بهالحاله الدكتيليتي للمنشأ، وهذا الهدف. فانت حققت الشرط النظري على السوفت وير، فما في شيء هلا بهالحاله. اذا انت اشتغلت هيك ما في شيء عندنا ربش ان ربش اوت. بس الربش ان وين بده يصير؟ اذا جيت انت والله قويت لي هالترس هذا، قلت والله الترس صلابته كبير وقويه، قويته انت، ايش بده يصير معك بهالحاله؟ راح تجي قوي راح يتحملها، راح تصير وين التاثير؟ راح ينتقل للجسور والاعمده، فبالتالي راح ينهار العمود قبل الترس. فهلا هون صار ربش ان ربش اوت. الله يجزيك خير أخي عبد الحكيم. زملائنا الكرام، نشكر في نهاية هذا اللقاء مهندس عبد الحكيم مواس على مجهوداته وعلى محاضرة القيمة. من لديه أي سؤال يرجى توجه إلى صفحتنا على الفيسبوك Engineers Talk، ونلقاكم إن شاء الله في الأسابيع القادمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.